أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأحذركم وإياي عن مخالفة أمر ربنا وعصيانه. إنه من اتقى الله وقاه، ومن اعتصم به هداه إلى صراط مستقيم. وإن مما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الإيمان والإسلام، مدرسة تربوية، مدرسة روحانية، مدرسة التقوى والقرآن، ستفتح أبوابها بعد أيام قليلة. إنها شهر رمضان المبارك، سيد الشهور، فالأمة الإسلامية بمشارق الأرض ومغاربها تستقبل هذا الشهر الفضيل العظيم، شهر خص الله سبحانه وتعالى به من الفضائل ما الله سبحانه وتعالى به عليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، هكذا وصفه هذا الحبر العظيم ابن عباس رضي الله تعالى عنه حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدرك ويلتحق بهذا الشهر العظيم. فربما بعض الناس لا يدركونه ولا يلتحقونه، ولكن حتى هؤلاء الذين يدركونه لا يدرون هل يكونوا من الفائزين أم يكونوا من الخاسرين. فيا أيها الأحباب، ويا أيتها الإخوة والأخوات، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الشهر العظيم، وكما قلنا قد خصه بفضائل جمة وكثيرة، منها أنه شهر القرآن. فهناك علاقة وطيدة وعميقة بين الصيام وبين القرآن، فهذا الشهر هو الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، كما نص ذلك الله سبحانه وتعالى في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك أيها الأحباب، فالنفوس جميعا تتهيأ لاستقبال هذا الزائر وهذا الضيف المحبوب الذي يأتي بالخيرات والبركات والرحمات. فلا شك أن من يعرف قدر هذا الشهر العظيم
تتهيأ له نفسه وتشتاق إليه ويشتاق إلى لقياه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر وهذا الضيف، وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما روي عنه: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فهو مبارك يأتي بالخيرات ورفع الدرجات وحط الخطيات والتكثير أو ويأتي بتكفير السيئات ويأتي بغير ذلك مما من الفضائل ما الله سبحانه وتعالى به عظيم. فالسؤال الذي ينبغي: كيف نستقبل بهذا الشهر العظيم؟ وبأي عمل نستقبله؟ وبأي نية نريد أن نستقبل بهذا الشهر العظيم؟ فهناك من الناس من يستعد لاستقبال هذا الضيف الكريم، ولكنه يريد أن يستقبله بتكثير الأكلات، وهناك من الناس من يستقبله بروحانية عظيمة يريد أن يستفيد من هذا الشهر العظيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الشهر تفتح فيه أبواب السماء، أي تفتح فيه أبواب الجنان وتغل فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النيران. فينبغي أيها الأحباب أن نستعد لهذا الشهر العظيم وأن نستفيد منه بكثرة قراءة القرآن وبالتدبر بما في هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل على القرآن وكان يدارس القرآن مع جبريل عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكثر بتلاوة القرآن وبالصيام وبالاعتكاف وبالإحسان وبكثير من الطاعات التي ينبغي للإنسان أن يشتغل فيها بهذا الشهر العظيم. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. فإذا ما تبت عن الذنوب في هذا الشهر العظيم فمتى تتوب؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغفر في هذا الشهر العظيم فمتى يغفر؟ من لم يقبل على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم فمتى يقبل على الله سبحانه وتعالى؟ فمن لم يستفد من خيرات هذا الشهر وبركاتها بجميع وجوه الخيرات فمتى يقبل على الطاعات؟ ومتى يستفيد؟ متى يقبل على القرآن؟ فكثير من الصالحين ومن العلماء كان يترك جميع الأعمال إلا الواجبات ويقبل على القرآن، فكان بعضهم يختم القرآن بيوم أو يختم القرآن بيوم وليلة، فكان بعضهم لا يلتفت إلا إلى القرآن، فكان يستمتع ويتلذذ بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. ف
فلا بد أيها الأحباب أن نجعل بيننا وبين القرآن علاقة قوية ومتينة، نقرأ فيها كتاب الله سبحانه وتعالى لكن بقلوب خاشعة وبتدبر. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن لنتدبر بما فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هكذا وصفه ربنا سبحانه وتعالى. لماذا أنزل الله هذا القرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى أحسن الحديث؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فينبغي أيها الأحباب أن نفتح ونتلو هذا الكتاب لكن بقلوب خاشعة وبأعين دامعة. وكذلك مما ينبغي أن نستقبل بهذا الشهر العظيم بالتوبة النصوح، أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى بجميع ذنوبنا. الله سبحانه وتعالى وعدنا وقال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فينبغي أن نتوب عن جميع الذنوب ونستغفرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه التوبة النصوحة. فالتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجب ما قبلها، مهما كانت الذنوب عظيمة ومهما كانت كثيرة فالله سبحانه وتعالى رحمته أكثر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهناك أيها الأحباب كما قلنا علاقة بين الصوم وبين التقوى، فالصائم لا يقترف ذنوبا عادة، فهو يخاف من الله سبحانه وتعالى ويراقبه في السر والعلن، ولا يمكن أن يقترف ذنبا أو يقترب إليه وهو صائم، يريد أن يتقرب بهذا الصوم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أوجب علينا الصيام أنه يأتي بالتقوى لعلهم يتقون، فهي مدرسة التقوى وهي مدرسة ينبغي أن نربي فيها قلوبنا ونستشعر عظمة الباري سبحانه وتعالى، ونتجنب من الذنوب والمعاصي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فيشار التقوى ويشار التوبة ويشار الصيام ويشار القيام ويشار القيام ويشار الجود والإحسان، وهو شهر يأتي بهذه الخيرات وهذه البركات، فمن حرم خيرها فقد حرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أيها الأحباب أن نقبل هذا الشهر بقلوب تعي بما فيه من الخيرات وما فيه من البركات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما فيه الخير. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.